بعد ساعات قليلة من إعلان موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، سيارات تجوب شوارع العاصمة نواكشوط. المتظاهرون المنددون بهذه الخطوة التي يصفونها بغير المبررة أشادوا بدور قطر وبسياساتها في المنطقة العربية والإسلامية ووقوفها مع القضية الفلسطينية. الهبة الشعبية اللي شفتها عفوية تعبر عن تمسكها بالعلاقات الأصيلة مع قطر بصفة إحدى الدول الداعمة للمقاومة من جهة، وهي المستهدفة على أساس المقاومة الداعمة لحق الشعوب في الحرية. إننا ضد هذه المقاطعة للدولة القطرية التي كانت دائما تساعد قضايا الأمة الإسلامية. وفي أول بيان صادر عن حزب من أحزاب المعارضة، وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية قرار نواكشوط قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بالشائن، واتهم الحكومة بالارتهان للأجندات الخارجية دون مراعاة لمصالح البلد وأخوة الدين. عندما استقبلت قطر والعبد العزيز لأول قمة بعد انقلابه لن تكن إرهابية، وعندما جاء إلى موريتانيا هنا أميرها لم يكن إرهابيا كذلك، وعندما ساعدت قطر في كافة مجالات الحياة في موريتانيا لم تكن إرهابية. نحن اليوم نبيع المواقف بعد أن كنا نتوسط بين السعودية ومصر في السبعينيات. من جانبها قالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان إن الحكومة قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر بسبب تمادي الدوحة في السياسات التي تدعم التنظيمات الإرهابية وتروج للأفكار المتطرفة، وتعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية حسب البيان. رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا تعاطفا كبيرا مع دولة قطر وأطلقوا وسما تحت عنوان الشعب الموريتاني مع قطر. موريتانيا وقطر تربطهما علاقات دبلوماسية منذ سبعينات القرن الماضي، ولم يسبق لها أن شهدت أي فتور أو توتر، أمر يجعل الخطوة الحالية غير مسبوقة. زينب متربية، الجزيرة، نواكشوط.